بسم الله الرحمن الرحيم. مكملين في الكيدني ترانسبلانتيشن، والنهارده هنتكلم على الكيدني ترانسبلانتيشن الليفر ديزيز. احنا في البيشنت اللي هم سي كي دي واللي وصلوا اند ستيج رينال ديزيز، في منهم نسبه مش قليله بيكون عندهم هيباتيتس سي او هيباتيتس بي. ممكن الهيباتيتس ده هو يكون السبب اوف ذا سي كي دي واللي وصلوا اند ستيج، وممكن يكون اكوارد بعد كده. الهيباتيتس بي يمكن دلوقتي بقى اقل في الدياليسيس بيشنت، لان احنا بقينا اورينتد بيه، بقينا نعمل ايزوليشن الهيباتيك بيشنتس، بقينا نعمل ديس انفكشن كويس. النيرسز اللي بيتعاملوا مع البيشنت الهيباتيتس بي ما بيتعاملوش في نفس الوقت مع النون هيباتيتس، وبالتالي الريسك اوف ترانسميشن جوه اليونت بتكون قليله. ده طبعا بالاضافه الى الفاكسينيشن، الناس دلوقتي بقت الفاكسينيشن اجنس الهيباتيتس سي زاد، وان احنا كمان بقينا روتينلي بنعمل فاكسينيشن لكل السي كي دي بيشنت قبل ما يبتدوا داليسيس، او حتى لو بداوا داليسيس بنبتدي لهم على طول. احنا عندنا 56 يمكن اب تو 50% من البيشنتس اللي وصلوا اند ستيج بيكونوا دايابيتك، والدايابيتس من الحاجات اللي بتعمل نون الكحوليك ليفر فاتي ليفر، وده من الاسباب اللي ممكن بقت ريكوردد انها ممكن تعمل ليفر فيلير. البيشنت بتوع الاند ستيج بياخدوا مالتيبل دراجز، منهم دراجز ممكن تكون هيباتو توكسيك وبالتالي ممكن تاثر على الليفر وتعمل لي كرونيك ليفر ديزيز. نسبه كبيره منهم بتكون عندهم كونجستيف كارديوفيلير ويبقى عندهم باسيف هيباتيك ديسفانكشن، وبالتالي كل الحاجات دي ممكن تتنقل للبيشنت تاني بعد ما يعمل ترانسبلانتيشن ويبتدي يحصل لها بروجريشن تاني بعدين. ده بالإضافة إلى الحاجات اللي بتحصل جديدة بعد ترانسبلانتيشن، إنه بيجي في بعض الانفكشنز مثلا فيرال زي الهيربس سيمبلكس أو السي ام في ممكن يعمل لي هيباتيتس. الدراجز الجدت زي الساكروسبورين اي هيباتو توكسيك. كمان الناس حتى اللي ما كانوش دايابيتك ممكن يجي لهم نيو اونست دايابيتس افتر ترانسبلانتيشن اللي ممكن يعمل لي نون الكحوليك فاتي ليفر ديزيز، وبالتالي دي كلها من الاسباب اللي ممكن لي الهيباتيك ديزيز ممكن تبقى كومن اند ستيج وكمان بعد ترانسبلانتيشن. وعشان كده احنا قبل ترانسبلانتيشن لازم نعمل سكريننج لاي ليفر ديزيز، وده غالبا بنركز على الفيرال سيرولوجي خاصة هيباتيتس بي وسي، وكمان بتشوف الليفر فانكشن تيست. بس في الليفر فانكشن تيست هنا الانتربريتيشن بتاعنا لازم ناخد بالنا ان ترانسماينيزيس في الاند ستيج رينال ديزيز بيشنت دايما بتكون ليس ذان نورمال، مش في النورمال، ليس ذان نورمال، وبالتالي هي لو عليت شويه ممكن توصل للنورمال رينج ومع ذلك يكون في ليفر ديزيز، يبقى هتبقى ايه ماسكينج اي ليفر ديزيز. فلازم ناخد بالنا هنا واحنا بنعمل لها انتربريتيشن. اول حاجه بقى هنتكلم عليها في ليفر ديزيز اللي هو الهيباتيتس بي فيروس، اللي هو ممكن يعمل لي كرونيك هيباتيتس، ممكن يؤدي الى سيروزس، وممكن يعمل لي هيباتوسيلولار كارسينوما. في 350 مليون شخص مصابين في العالم، بيبقى المورتاليتي بتبقى 1 مليون منهم بيموتوا كل سنه، وبالتالي هو الهيباتيتس بي من الحاجات المهمه، وقلنا لازم بندي فاكسينيشن قبل ما بنعمل ترانسبلانتيشن ليهم. بس الهيباتيتس بي احنا بيبقى ليه سيرولوجي معينه او سيرم ماركرز بنتابع بيها. اول ماركر بيطلع اللي هو الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين. لما الاقي سيرفيس انتيجين معنى كده ان الشخص ده خد الانفكشن، لكن انا ما اعرفش اذا كان الانفكشن ده كارنتلي اكتيف ولا لا. طيب لكن لما بيظهر الاس انتيبودي معناها ان الشخص ده بقى اميون خلاص. ولو لقيت انتيبوديز يبقى حاجه من الاثنين، يا اما الشخص ده خد الانفكشن قبل كده يا اما يكون خد الفاكسين. في كمان انتيجين تاني اسمه كور انتيجين، وفي الكور انتيبودي بتاعه. الكور انتيجين ده ما بنلاقوش في السيرم، ده بيبقى موجود بس في الانفكتد هيباتوسايتس، وبالتالي انا مش هلاقيه في السيرم، وبالتالي احنا ما نعتمدش عليه خالص لانه دي مش حاجه بنقيسها. لكن الكور انتيبودي لو لقيت الكور انتيبودي موجود يبقى عندي حاجه من اتنين، يا اما يكون اي جي ام فده معناه ان ده ريسنت انفكشن او اكيوت انفكشن، يا اما لو لقيت الاي جي جي يبقى حاجه ريموت انفكشن او هو يكون كرونيك انفكشن. الهيباتيتس او الكور انتيبودي دي من الانتيبوديز اللي بقى تبقى ديورابل وبرزيستنت، لكن مش نيوترلايزنج انتيبودي زي الاس انتيبودي. يبقى لو لقيت اس انتيبودي لا خلاص الشخص بقى اميون، يبقى سواء خد فاكسين او خد الانفكشن قبل كده. لكن الكور انتيبودي ده معناها ان الشخص عنده خد الانفكشن. يبقى انا لو لقيت الانتيبودي وعايز اعرف اذا كان ده نتيجه فاكسينيشن ولا بريفس انفكشن، يبقى هشوف الكور اي جي جي انتيبودي، لو لقيته بوزيتيف يبقى ده نتيجه انفكشن، مش موجود يبقى هو نتيجه ايه فاكسينيشن. في بعد كده الهيباتيتس بي اي انتيجين اند اي انتيبودي. الاي انتيجين لو لقيته موجود يبقى معنى كده ان الشخص ده في اكتيف فايرال ريبليكيشن ويبقى هايلي انفكشوس.
لكن لو ظهر الاي انتي بودي بتاعه يبقى خلاص ما فيش فايرال ريبليكيشن ويبقى الشخص ده مش انفكشوس. وكمان بنشوف الهباتيتس بي دي ان ايه بالبي سي ار لو لقيناه حسب التايتر بتاعه لما بيكون عالي يبقى معنى كده ان الشخص ده فيه فايرال ريبليكيشن. يبقى من الماركرز دي نقدر نقول ان الاس انتيجين هو اول ماركر بيظهر، بعد فتره بيبتدي يقل ويظهر الانتي بودي يبقى بتاعه، يبقى احنا كده بقى الشخص ده اميون. احيانا الاس انتيجين يبتدي يختفي والانتي بودي لسه ما ظهرش، ويبقى في الشخص ده هعرف اذا كان خد الانفكشن ولا ايه من ايه، من ان انا الاقي فيه الكور انتي بودي موجود. الكور انتيجين ما بيظهرش في السيرم، الكور انتي بودي هو اللي موجود. الفايرال ريبليكيشن هعرفه بوجود الاي انتيجين والفايرال لود بالدي ان اي. معظم البيشنتس اللي جالهم انفكشن بهباتيتس بي بيحصل لهم كومبليت ريزوليوشن، ده في 95% من الحالات، لكن في 5% من الحالات الفيروس بيتنو بيرسيستنت ويتحول البيشن ده الى كرونيك هيباتايتس. الكرونيك هيباتايتس هنا معناها ان السيرفيس انتيجين هيتنو بيرسيستنت والسيرفيس انتي بودي ما بيظهرش، فيبقى في الحاله دي بقى هو كرونيك هيباتايتس او ما يعدي ليه 6 شهور. طيب كلينيكالي البيشنت ممكن يجيب مايلد كيسز اللي هو يجيب مثلا شويه فيفر، شويه انوركسيا، شويه ماليز، وممكن يجي يلاقي البيشنت عنده سيفير جوندس. لو انه بالعكس ده البيشنت اللي هم سيفير جوندس بيبقوا ليس لايكلي ان هم يتحولوا الى كرونيك هيباتايتس عن الساب كلينيكال اي كيسز. الهيباتايتس بي بيمر في تو فيزز، ريبليكيتيف فيز ونون ريبليكيتيف فيز. نون ريبليكيتيف يعني الفايرال ريبليكيشن قل، يعني الانفكتيفيتي هتقل. ريبليكيتيف قلنا يعني الاي انتيجين بوزيتيف، ولما بعمل بي سي ار بلاقي هاي تايتر اوف ذا دي ان اي اوف ذا فيروس. في نون ريبليكيتيف يبقى الاي انتيجين بقى نيجاتيف وظهر الاي انتي بودي والتايتر بتاع الدي ان اي بقى فيري لو، وكمان بنلاقي الليفر انزيمز بتكون نورمال. بس ده ما يمنعش ان البيشن ده انه بعد ما يعمل ترانسبلانتيشن ويبتدي ياخد امينو سبريسيف ميديكيشنز ان يبتدي يحصل فايرال ريبليكيشن تاني والبيشن يخش فيه بروجريسيف ليفر ديزيز. الهيباتيتس بي زي الهيباتيتس سي في منه جينوتايبس. الجينوتايبس هنا احيانا بتختلف في الريسبونس للتريتمنت، يعني لو ان جينوتايب اي بيبقى مور لايكلي ان هو يحصل له ريسبونس للتريتمنت، ومثلا الجينوتايب سي بيبقى الريسك اوف سيروزس اند هيباتوسيلر كارسينوما في اعلى. ومع ذلك احنا في الروتين ما بنعملش الجينوتايبنج زي ما بنعمل في الهيباتيتس سي، وبنعالج على طول من الانتي فايرال. طيب لو احنا زرعنا بيشنت عنده هيباتيتس بي طبعا ممكن يحصل له بروجريشن. كان زمان الهيباتيتس بي نقول ان هو ريلاتيف كونترا انديكيشن فور ترانسبلانتيشن، لان الايمينو سبريسيف انديكيشنز ممكن تزود البروجريشن اوف ذا ديزيز، لكن دلوقتي مع الايرا اوف ذا افكتيف انتي فايرال اجينست الهيباتيتس بي بقى ممكن يعمل ترانسبلانتيشن لانه بيقدر يعمل لي سبريشن للفايرال الفيروس بنسبه كبيره جدا. لكن طبعا احنا عندنا في ريسك فاكتورز انه يحصل بروجريشن لليفر ديزيز بعد ترانسبلانتيشن، منهم اول حاجه اللونج ديوريشن اوف ذا انفكشن، يعني لو واحد عنده بقى له سنين طويله عنده الهيباتيتس بي بيبقى الريسك انه يجي له ليفر ديزيز بيبقى اعلى بعد ترانسبلانتيشن. الناس اللي عندهم الفايرال لود بتاعهم عالي، اللي عندهم الجينوتايب سي زي ما قلنا من شويه، الكو انفكشن بهباتيتس سي تاني معاه او اتش اي في ده يزود الريسك، وكمان الامينو سبريشن اللي هياخدها، ولو انه اكتر مع الاسترويد ومع سي ان اي يجي مع السايكلوسبورين اكتر ومع الازاثيوبرين، لان الحاجات دي ممكن بتاثر على ليفر فانكشن. طيب احنا دلوقتي عندنا بيشنت هباتيتس بي كرونيك هباتيتس بي وعندنا السيرفيس انتيجين بوزيتيف وعايزين نعمل له ترانسبلانتيشن، يبقى الاسسمنت هيكون ازاي؟ اول حاجه هنبتدي لو هو الاس انتيجين بوزيتيف احنا بنعمل محتاجين لازم نعمل ليفر بايوبسي، لان احنا حتى لو لقينا قلنا زي ما قلنا ترانسباينيزس وذ النورمال رينج ممكن ده يكون في برضه ليفر ديزيز جوه في باثولوجي، فبنعمل ليفر بايوبسي. واحيانا بيبقى في حاجه ثانيه بيعملوها اسمها فايبروسكان او الاستوغرافي، ده بيديني نسبه الفايبروزس شويه فبيعتمد عليه. لو عملنا ليفر بايوبسي ممكن نلاقي لو هو دي كومبنسيتد سيروزس يبقى ده يعني كونترا انديكيشن ان احنا نعمل ترانسبلانتيشن للكيدني لوحده، لان هو البيشنت هيموت من الايه من الليفر فيلير. فالحل هنا ان احنا نعمل كومبايند ليفر اند كيدني ترانسبلانتيشن. لكن لو لقيت ان هو كومبنسيتد سيروزس في الحاله دي احنا ممكن نعمل كيدني ترانسبلانتيشن، لكن مازال البيشنت ده مازال لانه هو سيروتيك هيبقى الريسك اوف هيباتوسيلر كارسينوما مازال عالي اكتر من الناس اللي هم نون سيروتيك، وكمان محتاج ان احنا نعمل له فولو اب بسكريننج او سكريننج بالترا ساوند كل ايه 6 شهور. طيب ده اذا كان سيروزس دي كومبنسيتد او كومبنسيتد. طيب لو لقينا ان في مايلد هيستولوجي، لو في مايلد هيستولوجي نشوف اذا كان في فايرال ريبليكيشن ولا مفيش فايرال ريبليكيشن.
اذا ما فيش فايرال ريبليكيشن ممكن نعمل ترانسبلانتيشن وبعد الترانسبليشن يكمل على الانتي فايرال تريتمنت زي ما هنتكلم كمان شويه. اما اذا كان في فايرال انفكشن ما ينفعش ان احنا نعمل ترانسبلانتيشن وندي امينو سبريسيف ميديكيشن في الوقت ده، لكن ان احنا نعالج الاول بانتي فايرال وبعدين اول ما يبقى كيورد نبتدي نعمل ترانسبلانتيشن وبعد الترانسبلانتيشن يكمل تاني على الايه على الانتي فايرال. في علاج الهيباتيتس بي زي ما قلنا هنحتاج ان احنا ندي انتي فايرال تريتمنت. الانتي فايرال اللي هو القديم كنا بنستخدم الانترفيرون او البيجيليتد انترفيرون، هو كان افكتيف في علاج الهيباتيتس بي، بس مشكلته ان هو بنقول ان هو كونترا انديكيتد في ترانسبلانتد بيشنت. ليه؟ لان ليه اميونو موديولاتوري افكت. الاميونو موديولاتوري افكت ده ممكن يعمل لي سيفير ريفرسبل جرافت ديسفانكشن، وكمان بالاضافه الى الهيماتولوجيكال سايد افكتس او ذا انترفيرون اللي طبعا هتزيد بالاميونو سبريسيف ميديكيشن اللي باخدها اللي بتعمل بوم مارو سبريشن زي الازاثيوبرين او الام ام اف والسيرولومس كمان. وبالتالي احنا بقينا نلجا لنيو ايجنتس اللي هي الاورال ثيرابي اللي بتشتغل على النيوكليوسايد، بنقول عليها نيوكليوسايد انالوج، بتعمل لي انهبيشن للريفرس ترانسكريبتيز، وده بيقلل الفايرال ريبليكيشن ويقلل النيكرو انفلاميشن اللي بيحصل في الليفر، وكمان ملوش اميونو موديوليتري افكت زي الانترفيرون. اول جنريشن كان طالع اللي هو اللاميوبيودين، لكن مع استعماله فتره طويله بقى في ليه ريزيستنس، وبقوا في نيو ايجنتس دلوقتي بيستخدموها زي الانتيكافير والتينوفوفير. الاثنين دول بس بيحتاجوا طبعا دوز ادجستمنت اذا كان في الجي اف ار ابتدت تقل، والتينوفوفير كمان من الحاجات اللي هي بتبقى نيفروتوكسيك فناخد بالنا، وخصوصا اذا كنا بنستخدم مع سي ان اي. نيجي للفيروس الثاني المهم اللي هو هيباتيتس سي فيروس. الهيباتيتس سي فيروس بتبقى كومن قوي واندميك في اماكن كتيره جدا، وبرضه من اسباب الكرونيك هيباتيتس الريزوليوشن بتاعه مش زي الهيباتيتس بي. الغالبيه بيحصل لها بتتحول الى كرونيك هيباتيتس، وطبعا بيبقى فيه ريسك انه يقلب بسيروزس ويجيله هيباتسيلر كارسينوم. السيرم ماركرز في الهيباتيتس سي مش زي الهيباتيتس بي ماركرز كتير، لا احنا بنعتمد دايما على الهيباتيتس سي فيروس انتي بودي. هيباتيتس سي فيروس انتي بودي وجوده معناه ان الشخص ده انفكتد. الانتي بودي هنا از نوت نيوترلايزنج انتي بودي، مش زي الاس انتي بودي اللي موجود في البي. زي ما قلنا الهيباتيتس سي انتي بودي هنا معناها انفكشن، وعشان يظهر بياخد فيو ويكس بعد الانفكشن. فلو حبينا نعرف اذا كان الشخص ده من الهاي ريسك وعايزين نعرف هو خد وكان اكسبوزد مثلا لحاجه زي كده، وعايزين نعرف خد الهيباتيتس سي ولا لا ولسه الانتي بودي ما ظهرتش، يبقى بنعمل اللي هو البي سي ار. البي سي ار في مننا كوانتيتيف وفي كواليتيف. ممكن نعمل الكواليتيف ده بيبقى سنسيتيف قوي، وده كونفيرم الانفكشن اذا كان الانتي بودي لسه ما ظهرش. وبالنسبه للكواليتيتيف لا، ده هيديني الفايرال لود قد ايه، وده يقدر اعرف الريبليكيشن بتاعه قد ايه. وفي نفس الوقت لو انا ابتديت ادي انتي فايرال بعرف بعمل منه مونيتورنج للريسبونس ازاي. طبعا في الهيباتيتس برضو سي بيبقى فيه جينوتايبس كتير. الجينوتايب هنا بيبقى من الحاجات المهمه اللي احنا بنعملها مش زي الهيباتيتس بي، لان بيعتمد عليه الديسيجن بتاعنا في التريتمنت والديوريشن قد ايه. لو احنا زرعنا بيشنت عنده هيباتيتس سي ممكن يحصل له بروجريشن بعد ترانسبلانتيشن لما ياخد الامينو سبريشن. في ريسك فاكتورز للموضوع دوت، انه لو البيشنت ده لسه بياخد الكحول، لو عنده كو انفكشن بهيباتيتس بي او اتش اي في، لو كمان هو خد اي تي جي او الازاثيوبرين الحاجات اللي بتاثر على الليفر، وفي كلام على سي 9 بالذات السايكلوسبورين قالوا ان هو بيقلل الفايرال ريبليكيشن. ده بيقلل الفايرال ريبليكيشن فعلا، لكن هو على اللونج تيرم هياثر على البروجريشن ولا لا، ده في كلام. وبالتالي الانتي فايرال الجديده بقت في يعني بقت فيري افكتيف وبقت كيوراتيف. يمكن احنا في الانتي فايرال في الهيباتيتس بي نقدر نقول الانتي فايرال بتبقى سبريسيف شويه، لكن هنا ممكن تبقى كيوراتيف. وبالتالي بقى البروجريشن بقى اقل جدا في بعد ترانسبلانتيشن. الهيباتيتس سي لو احنا سبناه بعد ترانسبلانتيشن بيقابلنا مشكلتين، ان الهيباتيتس سي ده ممكن يعمل لي جي ان في الجرافت. ما هو الهيباتيتس سي من الاسباب اللي ممكن تعمل في النيتف كيدني، وهو حتى لو ما عملش حاجه في النيتف كيدني ممكن يعمل في الجرافت، وممكن يبقى فيه وذ ميكسد كراجلوبليميا. وكمان لا، والهيباتيتس سي من الحاجات اللي تزود الانستنس اوف نيو اونست دايابيتس افتر ترانسبلانتيشن، وبالتالي هو ممكن يعمل بروجريشن ليفر ديز بعد ترانسبلانتيشن، وعشان كده التريتمنت بتاعه مهم جدا قبل ترانسبلانتيشن. طيب ازاي بيشنت عنده هيباتيتس سي نعمل له ايفالويشن بري ترانسبلانتيشن؟
احنا طبعا عندنا قلنا عندنا هيباتيتس سي، يعني هو عنده الانتي بودي موجود. يبقى هنشوف ايه؟ هنشوف الفيرال لود بالبي سي ار اللي هو الار ان اي. هو الهيباتيتس سي ار ان اي فيروس، لكن الهيباتيتس بي بيكون دي ان اي فيروس. طيب لو لقينا انه البيشنت الار ان اي نيجاتيف، خلاص نعمله ترانسبلانتيشن، بس يكون من نيجاتيف دونر، سواء الدونر ده كان ليفنج دونر او ديسيست دونر. يبقى هياخده ايه؟ من نيجاتيف. يبقى ده ما هو نيجاتيف يبقى لازم ياخد من نيجاتيف. طيب لو هو الار ان اي بوزيتيف بالبي سي ار، في الحاله دي هنعمل ليفر بايوبسي زي ما كنا بنعمل في الهيباتيتس بي، او ممكن دلوقتي الحاجات اللي بيعملوا فايبروسكان. الفايبروسكان بيقدر يديني الديجري اوف فايبروزيس قد ايه، فبيتقسم الى ستيجز من اول زيرو اللي هو ما فيش خالص، لواحد مينيمال، اتنين مايلد، وبعدين ثلاثه واربعه اللي هو اخره يبقى السيروزيس. لو هو في الايرلي ستيج 0 ل 2، بنشوف احنا عايزين اللي هو الار ان اي بوزيتيف هياخد من دونر ليفنج دونر ولا ديسيزد دونر. لو هناخد من لايف دونر يبقى عندنا وقت، يبقى احنا عندنا الدونر منتظر، خلاص مش قلقانين انه هيعدي دوره اذا كان هو جاي توفر له كادافيريك دونر. فلا، هنا هندي تريتمنت بالانتي فايرال تماما لغايه لما بيوصل لحاجه اسمها ساستيند فايروس ريسبونس. ساستيند فايرال ريسبونس يعني ايه؟ يعني البيشنت بعد ما كمل التريتمنت كورس بتاعه هيقعد 12 ويكس اتليست وهو الار ان اي نيجاتيف. يبقى ده اسمه ايه؟ ساستيند فايرال ريسبونس. وفي الحاجه دي هنعمل ترانسبلانتيشن من نيجاتيف دونر، يكون من نيجاتيف دونر. يبقى انا بقى نيجاتيف لازم ياخد من نيجاتيف. طيب لو احنا هياخد اللي هو الار ان اي بوزيتيف بس هياخد من ديسيست دونر، فتوفر له بقى دلوقتي على طول. فاحنا لو هينتظر هيبتدي ممكن دوره يروح، ولو زرعنا له، لا حتى لو زرعنا له وخد التريتمنت بعد كده هيبقى السرفايفل بتاعه احسن ما يقعد على الدياليسيس. طيب الديسيست دونر ده لو هو كان هو منتظر وكان خد التريتمنت بي دي اي اي اللي هو دايركتلي اكتنج انتي فايرال ايجنتس، لو هو كان خد التريتمنت اوريدي وكان بوصل للساستيند فايرال ريسبونس، يبقى خلاص هنعمل له ترانسبلانتيشن من الايه؟ من الدونر. اما اذا كان ما خدش تريتمنت قبل كده وتوفر له كادافيريك كيدني، يبقى في الحاله دي ممكن نعمل ترانسبلانتيشن، والترانسبلانتيشن ده ممكن يكون من الدونر نفسه، يكون نيجاتيف او بوزيتيف للهيباتيتس سي، بس بعديها يبتدي ياخد الايه؟ الانتي فايرال تريتمنت. هنا ريسك ان هو خد من دونر بوزيتيف، ممكن يكون جيلو تايب مختلف، لكن هيكون افضل منه ان هو ينتظر على الويتنج ليست. طيب ده اذا كان ستيج 0 ل 2. طب اذا كان ستيج 3 تو 4، قال لك هنشوف حسب الباثولوجي. اذا كان دي كومبنسيتد يبقى ما ينفعش نعمل ترانسبلانتيشن لكدني لوحدها، يبقى هنعمل كومبايند ليفر اند كدني ترانسبلانتيشن. اما اذا كان كومبنسيتد يبقى ممكن ينتظر وناخد التريتمنت الاول لغايه ما يوصل للايه؟ لساستين فايرال ريسبونس، وبعد كده نعمل له ترانسبلانتيشن من نيجاتيف اي دونر. بالنسبه للانتي فايرال في هيباتيتس سي، طبعا زمان ما كانش عندنا غير الانترفيرون اللي احنا دلوقتي بنقول عليه اوبسوليت وما بنحبش نستخدمه في ترانسبلانتيشن زي ما قلنا من شويه، وكمان اريبا فايرين. لكن دلوقتي طبعا ابتدى يظهر نيو ايجنتس وبقت فيري افكتيف وبقت كيوراتيف، وبنستخدم دايما كومبانيشن منها. الدراجز دي احنا بنستخدمها ما بين 8 ل 24 اسبوع. ده بيعتمد على ايه؟ على الفايرال لود قد ايه، وكمان على الجينوتايب، وكمان على السيفيريتي اوف ايه؟ اوف ليفر ديزيز. بنعمل كومبانيشن من الدراجز دي لان كل دراج بيشتغل على جزء من الريبليكيتيف سايكل اوف ذا هيباتيتس سي. في الجنريشن الاولانيه كان عندنا دراجز زي التلا بريفر وكمان البوسي بريفر، وبقى في نيو ايجنتس واشهرهم طبعا اللي هو سوفوس بيوفر اللي هو السوفالدي، وكمان احيانا بيستخدموا معاهم مع الكومبينيشن دوت بيستخدموا الريبا فايرن. طبعا التريتمنت هنا بيبقى كيوراتيف، وقلنا ان احنا بندي فتره كافيه لغايه لما نخلص الكورس، وبننتظر بعديها كمان 12 اسبوع على الاقل عشان يبقى البيشنت اللي احنا قلنا عليه ساستيند فايرال ريسبونس قبل ما ابتدي اعمل الترانسبلانتيشن. طبعا في بيشنتس كتير بنعمل لهم ليفر ترانسبلانتيشن وبنعمل لهم كيدني ترانسبلانتيشن لانهم عندهم تو اورجانز فيلير، بس احيانا احنا نزرع الاثنين مع بعض فنقول عليها كومبايند كيدني ليفر ترانسبلانتيشن، او بنقول عليها سيمالتينيوس ليفر اند كيدني ترانسبلانتيشن، زرعناهم في نفس الايه؟ في نفس الوقت من نفس الدونر. الكيدني ديزيز بتبقى فيري كومن في البيشنتس اللي هم ادفانسد ليفر ديزيز، وبالتالي احنا ممكن نزرع الاثنين مع بعض لو انا شايف ان الكيدني بقت ادفانسد. البيشنتس اللي بينتظروا او على الويتنج ليست منتظرين تو اورجانز ليفر اند كيدني، طبعا دول بيبقى ليهم البرايورتي على اللي منتظرين الكيدني بس، لان دول بيبقى عندهم الاوبشن اوف دياليسيس موجود ممكن يعيشوا عليه سنين طويله، لكن مش هيقدر يستنى الليفر، فدول بيبقى ليهم برايورتي على اللي هو منتظر كيدني ترانسبلانتيشن الون.
طيب في احيانا يكون بيشنت زارع ليفر بقاله فتره وبعدين يبتدي يحصل كيدني دامج ويصل اند ستيج ويبقى يحتاج يعمل ترانسبلانتيشن لكيدني كمان، فدي بنقول عليها كيدني افتر ليفر ترانسبلانتيشن. طبعا السي كي دي بيبقى كومن قوي في الناس اللي زارعين ليفر، يمكن على مدى ما بنتابع على 5 سنين بيكون 20% منهم جالهم سيفير سي كي دي، وطبعا ده بيزود الريسك اوف ديث. وطبعا الايتيولوجي بتاعت السي كي دي في ليفر ترانسبلانتد بيشنت هي مالتي فاكتوريال. اهم حاجه انه ممكن يكون هو اوريدي عنده بري اكزيستنج كيدني ديز لاي سبب، او هو واحنا بنعمل الاوبريشن بتاعت الليفر حصل بري اوبراتيف رينال دامج مثلا ان ريزولفد او ان ريكفرد اي تي ان كومبليتلي فساب دامج شويه. سي ان اي توكسيستي زي ما كنا قلنا قبل كده ان الناس اللي هم ماشيين على سي ان اي فترات طويله بيكون 90% منهم عندهم سام سورت اوف سي ان اي توكسيستي في الكيدني نفسها، وبالتالي نسبه كبيره منهم ممكن توصل اند ستيج نتيجه الاي السي ان اي اللي بياخده البيشنت اللي هو زارع ليفر. الهيباتيتس سي اللي هو عند البيشنت اللي هو ممكن يكون عامل ليفر ديزيز، ممكن هو كمان يكون عامل كيدني ديزيز، ما هي دي بتعمل لي جي ان ميمبرانوس او ميزنجيو كابيلاري. طبعا الفاكتورز الثانيه العاديه زي الدايبيتس والهايبرتنشن ممكن تؤدي الى سي كي دي ويوصل بيشنت اند ستيج ويحتاج يعمل ترانسبلانتيشن للكيدني افتر ليفر ترانسبلانتيشن. في نقطة مهمة جدا في الناس اللي بيعملوا ليفر ترانسبلانتيشن، لقوا ان هو بيحتاج اميونو سبريسيف ميديكيشنز اقل من الناس اللي بيعملوا اذر اورجان ترانسبلانتيشن. والبيشنت اللي هم عملوا كومبايند ليفر اند كيدني ترانسبلانتيشن بيقولوا انهم عندهم سم سورت اوف اميونولوجيك بروتكشن، يعني انه حتى لدرجة انه احيانا يزرعوا بيشنت وهم بوزيتيف كروس ماتش مع ليفر، ومع ذلك الجرافت سيرفايفر فور بوث ليفر اند كيدني يبقى سيرفايفل هايل جدا. طب الميكانيزم اوف كده ايه؟ انه ليه عنده بيدي الليفر ترانسبلانتيشن يدي ايمونولوجيك بروتكشن؟ اول حاجه قالوا انه بيكون انتي ايديوتايبك انتي بوديز تو ذا ميجور هيستوكومباتيبلتي كلاس 1 اند كلاس 2 انتي بوديز، يعني الانتي بوديز اللي موجوده دي بيكون ليها هي نفسها انتي بوديز. تاني حاجه الانتي بوديز دي بيحصل لها ابزوربشن في الريتيكولو اندوثيريال سيستم. وتالت حاجة ان في بعض السوليبل ميجور هيستوكومباتيبلتي كومبلكس كلاس 1 اللي هي بتتصنع في الليفر هي نفسها بتعمل انهيبيشن للسايتوكسيك تي سيل اللي هي اساس او المحورية في الريجكشن، وبالتالي ده تفسير للبيشن بتوع الليفر ترانسبلانتيشن بيحتاجوا ايمونو سبريسيف ميديكيشنز اقل، وليه ان هو ممكن يزرع مع الكيدني مثلا وحتى لو الكيدني لو البيشنت عنده كروس ماتش اي بوزيتيف. ونتيجة لكده في بعض السنتر قالت لو انا هعمل ليفر ترانسبلانتيشن مع الكيدني ترانسبلانتيشن انا ممكن مش محتاج ان انا اعمل كروس ماتش حتى لو كان، بس ده على شرط يكون البيشنت انسنسيتايزد ما عندوش انتيبوز لاي حاجه فمش لازم اعمل كروس ماتش، وحتى في البعض يبقى البيشنت سنسيتايزد عنده بعض الانتيبوديز ويقوم رايح يعمل ليفر ترانسبلانتيشن بس قبل الايه مع الكيدني، بس قبل ما يعمل الليفر ترانسبلانتيشن بيبتدي يدي اي في اي جي وبيدي نتائج ايه كويسه. اخر حاجه هتكلم عليها في المحاضره النهارده اللي هو البيشنت اللي عليهم اوتوزومال دومينانت بوليسيستيك كيدني، كنا قلنا قبل كده ان بيبقى عندهم سيستس في اماكن تانية منها ليفر هو اكتر مكان يبقى فيه، ولقوا السيستس دي ممكن تبقى في الناس اللي هم اكبر في السن شويه يعني فوق 50 سنه ممكن 50% يبقى عندهم سيس مالتيبل سيستس عند ليفر، لكن هو تيبيكالي السيستس دي بتكون اتيبيك بتبقى اسيمتوماتيك وبتكون وذ نورمال ليفر فانكشن، يعني ليفر فانكشن ما بتتاثرش بوجود السيستس دي، لكن في بعض الاحيان بيبقى في سيمتوماتيك سيست بيبقى في بين يحصل فيها هيموريج يحصل فيها انفكشن. ففي الحاله دي احنا كنا بنقول بنعمل درينج للسيستس دي موجوده او بنعمل ديروفنج ليها، لكن في بعض الاحيان السيست دي بتكون ماسيف واخده الليفر كله وبتكون بينفول ومش قادر انا اعمل لها درينج ليها كلها، واحيانا تبقى الليفر كبير فيبقى مع الكيدنس كمان كبير يبقى في ابدومينال ديستنشن يضغط على الاستومك يعمل لي ايرلي ساتايتي وده حتى ممكن يدخل البيشنت في مال نيوتريشن. ففي الحاله دي احنا بدل هنعمل ليفر كيدني ترانسبلانتيشن احنا بنعمل هيباتيكتومي وبنعمل كومبايند او سيمالتينيوس ليفر اند كيدني ترانسبلانتيشن. وبكده نبقى خلصنا محاضرة النهاردة و thanks for watching.